دخلت في 2003 كلية زراعة جامعة القاهرة قسم باي تكنولوجي، قعدت سنة أولى وتانية وتالتة، وفي سنة تالتة قدمت على منحة تبع الفول برايت. المنحة دي خلتني أقدر أروح مونتانا ستيت يونيفرسيتي أقعد فيها سنتين وأخد البكالوريوس بتاعي من مونتانا ستيت يونيفرسيتي في الباي تكنولوجي الميكروبيال سيستم، أو في تخصص الميكروبيولوجي أو علم الكائنات الدقيقة يعني. وخدت الدجري بتاعتي من هناك، رجعت من مونتانا ستيت على الجامعة الأمريكية، وفي الجامعة الأمريكية عملت الماجستير بتاعي، وكان الريسيرش بروجكت بتاعي جزء من الريسيرش بروجكت بتاع الرات سي مايكروبيوم. والرات سي مايكروبيوم ده فكرته أو فكرة البروجكت كانت إن إحنا ندور على أو نعرف الكائنات الحية الدقيقة اللي في البحر الأحمر، وإزاي نقدر نستفيد بيها في إن إحنا نعمل بايوتكنولوجيكال برودكتس يعني. قعدت سنتين بعد الماجستير، وبعد كده قدمت على منحة دكتوراه تبع الماكس بلانك انستيتيوت فور تيرستريال مايكروبيولوجي، وخدت الدكتوراه بتاعتي في 2018 من الماكس بلانك انستيتيوت فور تيرستريال مايكروبيولوجي، وكان التخصص الميكروبيولوجي او سبيسيفيكلي اكتر الميكروبيال ايكولوجي، او ازاي الكائنات الحيه الدقيقه في اي انفايرمنت. انا كنت بدرس الارض زراعه الرز، بس الفكره كلها ان انت تعرف ازاي الكائنات الحيه الدقيقه او الميكروبس بتريسبوند للانفايرمنتال كونديشن او للتغيرات البيئيه، وازاي بتنتراكت مع بعضها يعني. وده كان الـ PhD degree بتاعتي. وبعد كده خلصت قعدت 6 شهور كبوست دكتورال فالو، وبعد كده قعدت بقيت guest scientist. لحد دلوقتي أنا guest scientist هناك، بسافر كل شوية عشان أعمل جزء من الريسيرش بتاعي هناك. في 2018 رجعت على مصر على الجامعة الأمريكية، ودلوقتي أنا adjunct assistant professor وبوست دكتور الفالو. والبروجكت اللي انا بشتغل فيه هو الريد سي اكستريموزايمز، او الانزايمز اللي موجوده اللي نقدر نستخلصها من الميكروبات او الكائنات الحيه الدقيقه اللي عايشه في البحر الاحمر، اللي ممكن يكون ليها خصائص مهمه للاندستري، ممكن تستخدم في صناعه الانسجه، في صناعات الدوائيه وهكذا.